الجلسة كلها مفاجآت أخبار هيك مقلعين يعني توقعات فلكية وفضايح إيه فضايح لقاءات غير متوقعة لأول مرة ليلى عبد اللطيف وميشيل حايك بس نعلن مصالحة نجوى كرم عملحم بركة وأجواء ولا أحلى كيف بستيل لطلال أول شيء في حدا تحت 18 يا بيا أحلى جلسة مع طوني بارود 2-9:30 المساء على الـ LBCI والـ LDC